كل التحايا لكم أينما كنتم مشاهدين الكرام في المملكة العربية السعودية، في الخليج، في الوطن العربي، كل عشاق كرة القدم السعودية أينما كنتم نرحب بكم في هذه الأجواء. هنا أمامنا طاقم التحكيم المغربي الذي يدير هذه المباراة بقيادة الحكم رضوان جيد ويساعد الحسن أزكى، وأيضا الحكم مصطفى أكراد، طاقم تحكيم مغربي يدير قبل العميد. كان في موسم 2008، لقد مضى وقت طويل يأتي 11 سنة غياب عن 5 جولات. فوز الهلال الليلة سيجوم الهلال في المحاولة، وكنت تعود مرة أخرى، وحاول رودريغيز ولكنها طالت عدت، كانت قريبة من جاري في الأخير إلى مرمى المرمى. من النجوم كرة فيها تسلل على جوميك الاتحادية، هل من فرصة يا سعود على اليوم كلاسيكو؟ ليتو يلعب الكرة بالرأس وفرصة وكرة، يا الله بعيد عن الكل، أقرب لسعود عبد الحميد من أجل تأمين وجود عمر على دكة بن حمدان، عدت بعد ذلك إلى سعود يكسب من خلالها خطأ. ما شاء الله سعود جبهة يمنى رهيبة جميلة، خطأ عليك يا روسيانو، قطع عليك أخرى، لمسة باتجاه البيشي عرضية لكن جوميز، غاري مر، غاري بالكرة لكن ضاعت منه. ياسر هذه مباراة خاصة، مباراة ثانية بين سلام إن شاء الله. سعود إخلاق عالي يسار، شنقطي تسديدة لكن هذه لكن تغطية جوميز، تسديدة وكرة وكرة بتحرك من فادي المولد، تمريرة مكشوفة وسهلة، شنقطي بكرة يا الخطأ من الشهراني، فادي المولد يحاول، طالت عليه، بحاول كاريو عربية فرصة لكن نادي في الفتيل الكلاسيكو، روما يلعب كرة بالرأس، الله فعل العبيد بالرأس يا إلهي، عبد المحسن كاريو مر، كاريو يلعب كرة عربية، حمدان يتدخل جانبي كاريو، عيوف كرة طويلة بكبل مهارة، جوفينكو صراع يكسب كريم، سيبا على الأرض، جوفينكو على الأرض، وباتجاه عبد العزيز بيش حطها، يا الله لقطة جميلة من البيشي، تألق كبير من معيوف، شوفها مرة أخرى سعود، البيشي بيديها بالقدم اليسرى حلوة، تمريرة في العمق راح دفاع، جوفينكو بكرة، يا إلهي مرة أخرى سعود عبد الحميد في التغطية، الكرة خرجت بذكاء باتجاه البيشي، العودة السريعة يحاول مع البليهي أمام أكثر من لاعب، مر مر لا أشياء على اليمين، فهد على اليمين، فهد مر، فيتو مر، فيتو يلعب كرة عرضية، حمدان يتدخل، سيبا مرة أخرى أمام أكثر من لاعب، كرة عرضية لكنها بعيدة على جوميز، صار كرة للبريك عرضية من البريك، عرضية فرصة هلالية، دفاع تدخل لازالت خطيرة، الكرة مرة أخرى من جوبينكو عرضية تبعد من الدفاع، البريك بكرة عرضية خطيرة، جروسف كويار الآن كاريو في المساحة باتجاه البريك لمحاولة اتحادية، تمرير يحاول مرة أخرى الهلال عرضية بالرأس من سعود، ها هنا سعود حطها، الله كرة أي لعبة مرة أخرى يبعدها الدفاع نزلت خطيرة وكروهي يبعد الخطر أول بالكعب فادي المولد على الجهة اليمنى فاد بتمريرة جم ليس بعد الهلال يحاول ليس بعد الهلال يبحث عن حلول كرة عرضية بالرأس فيتو يبحث عن كرة عرضية فعلا عرضية حمدان جوميز مرت من الجميع فيتو فيتو مر يا إلهي فعل أي حارس فيتو عرضية يبعدها روما بضربة اليمين وحاول بكرة عرضية كريمة الأحمر هذه خطيرة فيتو على الجهة اليمنى يحاول يمر لكن أيضا أمام التقليمي باتجاه البريك عرضية خطيرة لكن الدفاع يتدخل مرة أخرى رأسية أخرى البيشي مر البيشي مر البيشي تأخر شوف كبارة فهد يا جماعة أرون 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 كمارا كمارا وكرة يومك يا عبيد يومك يا كبير يحاول
العاجية اليمنى بعرضية عن صالح الشريف. لا لا أبدا بصراحة مدرب البرازيلي أقل حمدان والزملاء أمام الحارس الكم بغير اتجاه اللاعب إلى كوردي بعيد عنه يتو في بكار خطير تسديدة وكروي واستحرى شيري محاصر تمريرة ضاعت ريلود ريلود وين والله العظيم ماشي بقى عاش قوي يا ابن اللعيبه كيف عليك والله حرام اقسم بالله حرام انا بموت موتات غبيه كده والله موتات من وقت انت سبقتني ودخلت وانا راح اضرب علي انت فاهم لا انا 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 اساسا لما وصلت اثنين بيضربوا ضربوتات ضربوتات طب ثواني سكه عشان طلعوا لعيبه ما بوتات في بوت بيضربوا في لاعب هتكمل الجيم لا سمعت صوت لاعب لاعب ايه رايكم ايه رايكم الله والله اكمل الجيم ولا كيفك انا ما عندي انت قدرت تكمل وكمله لو ما قدرت تكمله كيفك يعني الموضوع راجع لك طبعا انا عامل كلات حلوه فاهم في الاخير